والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص النوى محب راغب القرآن. صلاة وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. فطوبى من تعلما وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن. صلاة الله والسلام القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميعا ما حوى وما اقتضى القرآن. صلاة على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنن عليه لعنة القرآن. صلاة
ذي الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة على من أوحي القرآن.